لدخول تكنولوجيا الطب الرقمي مجال تقويم الأسنان بشكل واضح في الآونة الأخيرة. حسن الحمادي في روبورتاج سارة جبري من مكناس. أطباء مكناس والجهة يعرضون خبراتهم ومهاراتهم في تقويم وجراحة الأسنان. في ظل التطورات التكنولوجية الكبيرة التي يشهدها القطاع، هذا المؤتمر الدولي هو مناسبة لتمكين الأطباء من الاستفادة من التكوين المستمر. التكوين هو لصالح أطباء المدينة والنواحي ولأطباء الجهة ولأطباء المغرب، وكذلك الجديد في هذه الدورة واللي هو متميز جدا هو البعد الإفريقي والبعد المغرب العربي. يأتي تنظيم المؤتمر في ظل الدينامية التي يشهدها قطاع الصحة، خاصة طب الفم والأسنان، بدخول التكنولوجيات الرقمية ومدى مواكبة الأطباء لهذه النقلة النوعية من خلال برنامج تكويني مقدم من قبل هيئة وفيدرالية الأطباء. مثل هذه المؤتمرات تمكننا من الاستفادة من التكوين المستمر والاطلاع على المستجدات في هذا المجال، خاصة في الشق المتعلق بالطب الرقمي والضوابط المؤطرة له لتحسين ظروف تطبيق عملي للرقمنة. 5 دول تشارك في هذا المؤتمر المنظم بعيدا عن الحواضر الكبرى كالرباط والدار البيضاء ومراكش. هو مناسبة لتقريب هذه الأطر والكفاءات العلمية من أطباء مكناس والجهة والوقوف عند آخر التكنولوجيات الرقمية. مغربيات سفيرات سابقات وأخرى